يعني ما بين آمال وطموح المواطن المصري في الشارع المصري وبين التشكيلة الجديدة للوزارة ومزيد من المتابعة، بينضم إلينا دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. يعني بعد التحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضخ دماء جديدة آملا في تحقيق تطلعات هذا الشعب وآمال هذا الشعب المصري، والتي استمعنا للبعض منها من قلب الشارع المصري ومختلف المحافظات. برأيك ما هي أبرز الملفات التي تتصدر عمل الحكومة بهذه التشكيلة الجديدة؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. وتغيير بالفعل اتى ملبيا لطموحات المواطنين. توجيهات السيد الرئيس واضحة جدا في هذا التعديل. حجم او نسبة الشباب اللي موجودة في التعديل نسبة كبيرة جدا، بتعبر عن رغبة للدولة المصرية في ان تجدد دماءها بصورة حقيقية. هذه التشكيلة من الوزراء ونوابهم والمحافظين أيضا ونوابهم، من المهم جدا أن يحددوا أهداف المدى القصير خلال المئة يوم الأولى، حتى يشعر المواطن خلال هذه المئة يوم بأن هناك تغييرا قد حدث. أتصور أن ملف التضخم وارتفاع الأسعار هو الملف الأبرز الذي يهم المواطن. لابد من أن تكون هناك إجراءات سريعة وحاسمة في هذا الملف خلال المئة يوم الأولى. أيضا من المهم جدا، وربما في يعني يكون في بداية العمل، أن يكون هناك ضخ دماء جديدة في فرق العمل الفاعلة داخل الوزارات وداخل المحافظات. ليس يعني لا نريد فقط أن يقتصر التعديل على الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن مهم جدا أن يكون الأطقم الفاعلة داخل الأجهزة المحتكين بالشارع. هذا ما تقصده؟ بالشارع بالتأكيد. المحتكين بالشارع والذين يقومون بصياغة المبادرات وصياغة الأفكار، الدوائر الضيقة لصناعة القرار في الوزارات والمحافظات، هذه الدوائر مهمة جدا أن يتم تطعيمها أيضا بدماء جديدة. بناء الإنسان هو توجيه السيد الرئيس الذي يجب أن يضعه الجميع في صدر اهتماماته. من المهم جدا كل في موقعه أن يبحث عن ما يهم المواطن. إذا كنا نتحدث عن وزارة التربية والتعليم، فالمواطن لا زالت تؤرقه هموم الثانوية العامة والدروس الخصوصية. إذا نتحدث عن الصحة، لا زال المواطن يعني أتمنى خلال المئة يوم الأولى أن لا يكون هناك دواء ناقص في الأسواق. أتمنى أن يكون هناك ضبط أكبر من وزارة التموين على الأسواق خلال المئة يوم الأولى. المئة يوم الأولى هي مئة يوم حاسمة بالنسبة لتلك الحكومة الجديدة. المواطن ينتظر منها الكثير، بالتالي وأنا أتوقع، أنا شخصيا أتوقع أن تحقق تلك الحكومة دفعة كبيرة للعمل الوطني بالفعل، وهي قادرة على ذلك. يعني بناء على هذه الأزمات التي ذكرتها دكتور وليد، المجموعة الاقتصادية شهدت بالكامل وجوه جديدة، يعني قراءتك لذلك وأيضا الانعكاسات على التحديات الاقتصادية اللي دايما بتؤرق المواطن المصري وبتتصدر في نفس الوقت عمل الحكومة، سواء كانت السابقة وأيضا المنتظر من القادمة؟ هو طبعا تجديد الدماء في المجموعة الاقتصادية بدأ واضحا في الرغبة في تفعيل توجهات الدولة. يعني عندما نتحدث عن عودة وزارة الاستثمار، هذا الأمر مرتبط برغبة حقيقية من الدولة بأن يكون هناك دور أكبر في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وأن تكون عملية التنسيق ما بين القطاع الخاص والوزارات بصفة عامة تتم على مستوى وزاري، وأن يتولاها وزير. وهذا يعبر عن اهتمام الدولة بذلك الملف. القطاع الخاص له دور مهم جدا. أما إذا انطلقنا إلى ملف وزارة التعاون الدولي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أتصور أن هذا الأمر يأتي في إطار إعادة هيكلة الوزارات وخفض عددها. وأتصور أن الدكتورة رانيا المشاط قادرة على أن تعيد هيكلة الوزارتين وتدمجهم في وزارة
واحدة بحيث يكون ذلك محققا لخطوة مهمة من خطوات إعادة الهيكلة الإدارية. بذكر دمج الوزارات يعني يا دكتور وليد، بذكرها هناك بعض الوزارات تم دمجها مع بعضها البعض مع البعض، هل ترى أن هذا يعني في صالح المواطن وأيضا المسؤول أم بيكون حمل على المسؤول؟ هو أنا عايز أقول لحضرتك إن هناك توجه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وده خطوة منها، وخفض عدد الوزارات. أما بشأن العبء، لازم نربط ما بين أن يكون هناك وزيرا في وزارة مدمجة ونوابه. فمن المهم جدا أن يكون هناك إحالة في الاختصاصات للنواب. نعم. النواب الوزراء الذين تم اختيارهم هم على درجة عالية من الكفاءة وقادرين، بالتالي فإنني أتصور أن عملية الدمج هي فرصة لإعداد قيادات جديدة، وإتاحة الفرصة للنواب لكي يكون لهم دور أكثر فعالية وحسما في مباشرة العديد من الملفات الاقتصادية. يعني نظرة إيجابية لهذا الدمج يا دكتور؟ بالتأكيد نظرة إيجابية. الدمج مهم، لأن إذا تحدثنا عن الدمج لابد أن نتحدث عن أن هذا الدمج سيخلق قيادات جاهزة. جديدة. بالتالي فإن قيادات جاهزة جديدة ولديها جديدة. خبرة، يعني خبرة تراكمية. خبرة تراكمية، فضلا عن أنه على المدى المتوسط الدمج بيؤدي إلى ترشيد الإنفاق في الجهاز الإداري، بحيث أن عدد الوزارات في مصر يكون قريب من أعدادها في الدول المتقدمة. نعم. يعني أتصور أن هذه الخطوة هو خفض عدد الوزارات بثلاث وزارات تم خفضهم، من كنا 33 أصبحنا 30 وزير. أتصور أن في المستقبل العدد سيتقلص أيضا لأقل من ذلك. عايز أقول إن وزارة المالية كمان هيكون إن شاء الله يكون لها دور مهم جدا. وزير المالية طبعا وزير المالية الجديد الأستاذ أحمد كوجك، ده يعني يمتلك الخبرة ويمتلك الكفاءة ويمتلك روح الشباب، يعلم جيدا الملفات المطروحة في الوزارة، وفي نفس الوقت أتصوره أنه قادر على إعطاء دفعة كبيرة للعمل الوطني داخل الوزارة، وإعادة تجديد الدماء داخل الوزارة، وتفعيل الأطر يعني حضرتك السياسات. يعني حضرتك بتدعو التشكيلة الجديدة لأيضا ضخ دماء جديدة في الهيكل الداخلي لكل وزارة. بالتأكيد ده شيء مهم جدا حتى تكتمل المنظومة، فلكي يكون لكي تستطيع الرأس تنفيذ أفكارها لابد من أن تكون الأذرع على درجة من القوة الكافية. أكيد طبعا. دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.